المنتسبون إلى الدعوة في هذه الأيام، إما يتطلب معرفة وتعيين الحقيقين من أهل العلم لتوجيه الأمة وشبابها إلى منهج الحق والصواب، فمن هم العلماء الذين تنصح الشباب بالاستفادة منهم ومتابعة دروسهم وشرطهم المسجلة وأخذ العلم عنهم والرجوع إليهم في المهمات والنوازل وأوقات حدوث الفتن؟ الدعوة إلى الله أمر لا بد منه، والدين إنما قام على الدعوة والجهاد، على الدعوة والجهاد بعد العلم النافع. العلم هو الأصل، العلم النافع هو الأصل، ثم الدعوة ثم الجهاد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. الإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وعبادته، والعمل الصالح يكون فرعا على العلم النافع، لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين المسلمين هذا أمر مطلوب، ولكن ما كل يحسن أن يقوم بهذه الوظائف. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم وأهل الرأي الناضج، لا يقوم بها أي واحد من الناس، لأنها أمور ثقيلة وأمور مهمة لا يدخل ويقوم بها إلا من هو مؤهل للقيام بها. ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة صار بابا واسعا، كل يدخل منه ويتسمى بالدعوة، وقد يكون جاهلا لا يحسن الدعوة فيفسد أكثر مما يصلح، قد يكون متحمسا يأخذ الأمور بالعجلة والطيش فيتولد عن فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إصلاحه. بل ربما يكون ممن ينتسبون إلى الدعوة من لهم أهواء وأغراض يدعون إليها ويريدون تحقيقها على حساب الدعوة، ربما أن بعضهم يريد تضليل الناس والتشويش على أفكار الشباب باسم الدعوة وباسم الغيرة للدين، وهو يقصد خلاف ذلك، يقصد الانحراف بالشباب والانحراف بأفكار الناشئة وتنفير الشباب عن مجتمعهم وعن ولاة أمورهم وعن علمائهم، يأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر وهذا قصده في الباطن، كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون بالناس الشر في صورة الخير. أضرب لذلك مثلا في أصحاب مسجد الضرار، أصحاب مسجد الضرار بنوا مسجدا في الصورة والظاهر للناس أنه مسجد وعمل صالح، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يرغب الناس به ويضره، ولكن الله علم من نيات أصحابه أنهم يريدون بذلك الإضرار بالمسلمين ويريدون بذلك الضرار بمسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، ويريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين الذين كانوا يجتمعون في مسجد قباء. فبين الله لرسوله مكيدة هؤلاء وأنزل قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فبين لنا من هذه القصة العظيمة أن ما كل من تظاهر بالخير والعمل الصالح يكون صادقا فيما يفعل، وإنما يقصد من وراء ذلك أمورا أخرى عكس ما يظهر. فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مضللون، فيهم مضللون يريدون انحراف بالشباب، يريدون صرف الناس عن الدين الحق، يريدون تفريق جماعة المسلمين، يريدون الإيقاع في الفتنة. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من هؤلاء: لو خرجوا فيكم
ما جابوكم إلا خبالة ولأوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فليس العبرة بالانتساب أو بما يظهر، بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور وبالأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة. يجب أن ينظر فيهم أين درسوا ومن أين أخذوا العلم وأين نشأوا وما هي عقيدتهم، وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس ماذا أنتجوا من الخير وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح. يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم، هذا أمر لا بد منه خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء دعاة الفتنة لأنهم قوم يتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفتن قال: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم، دعاة سماهم دعاة، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. علينا